اضطرار المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تجميد تحقيقاته قابله أهالي الضحايا بالتحرك، رفعوا الصوت مؤكدين رفضهم الدعاوى التي تقدم بها سياسيون استدعاهم القاضي، ما أدى إلى توقف التحقيق في انتظار الكلمة الفصل لمحكمة الاستئناف. نحن معه لآخر دقيقة بدمنا وروحنا، ما بقى في شيء نخسره أكثر ما أنه خسرنا أولادنا. خلص أول مرة إنسان بلبنان نضيف وشريف، نحن ما بنمثل ولا طائفة ولا دين ولا حدا، نحن واقفين مع القاضي بيطار اللي بده يشوف لنا حق أولادنا وين بس. موقف رئيس الجمهورية ميشيل عون الداعم لاستمرار التحقيق تردد في صفوف الأهالي، ولكنهم أكدوا الحاجة إلى خطوات عملية لرفع الحصانات عن مجمل الذين استدعاهم القاضي، ومن بينهم مسؤولون أمنيون محسوبون على رئيس الجمهورية. هالمرة نحن رح نكون جيشه للقاضي بيطار، نحن زلمه للقاضي بيطار، ما حدا رح يقدر يقف بوجهه، يعني ما في يقلك لوين معقول نوصل، لأنه الغضب اللي فينا كتير كبير، وما حدا بيعرف شو معقول يصير معنا، طالما هن عم بجربوا يسكتونا أو عم بجربوا يقفوا بوجه التحقيق ما رح نقبل، ولا تصعيد أكتر وأكتر وأكتر. ملف تفجير المرفأ لازم يتكمل، لازم ترفع الحصانات. لم يكونوا وحدهم، بل آزر اعتصام الأهالي ناشطون في مجموعات المعارضة المدنية. معقولة المتهم هو بيدعي على القاضي؟ إنه صار نحن بس بدنا العدالة، ما بدنا شيء، نحن بدنا نعرف مين قتل هالعالم، نحن ناس ماتوا، بدنا نعرف مين قتلهم، وما بدنا شيء، نحن بدنا حقنا، نحن إذا ما نزلنا على الثورة شو طالبين؟ كهرباء ومي وطبابة، ونحن صرنا المجرمين، يعني هذا البلد شيء عجوبة ما بعرف. لم يسلم الاعتصام من توتر وسط حديث عن وجود مندسين، رغم أن المشاركين حرصوا على إبعاد أي صبغة سياسية أو طائفية عن مسيرتهم الطويلة التي لا تحتمل خطوات متعثرة. هذا الاعتصام لأهالي ضحايا المرفأ وناشطين مدنيين يؤكد استمرار المواجهة مع السلطة على قاعدة عدم الرضوخ لمحاولات التعمية على الحقيقة، فالغضب لا يزال يحتقن لدى كثيرين ولم يخمد رغم كل محاولات إخماد الاحتجاجات الشعبية السابقة. كلوديا بحنا، الغد، بيروت.